نجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ طفلة من أعلى شجرة بحديقة ميدان قصر عابدين عقب تعثرها وتعلق رجليها. وظلت الطفلة معلقة فوق الشجرة لا تستطيع النزول أو الحركة، ما دفع المواطنين بإبلاغ رجال الحماية المدنية الذين أتوا على الفور لإنقاذها. وبالفعل تم إنزال الطفلة من أعلى الشجرة بعد تحرير رجليها مما تعلقت به.